السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المتابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير. النهاردة جبت لكم فيديو لمقولة أو بيقولوا عليها تنهيدة لشكسبير عجبتني. أنا لا أحقد لكنني لا أنسى الإساءة، ولا أرد الجرح بالجرح. تبقى صورة الخيبة عالقة بداخلي، وأكتفي بوضع المسافة بيني وبين الشخص الذي أساء. لا أطعم بالظهر حتى ولو طعنت، لا أخون حتى لو تعرضت للخيانة. لا أنسى اليد التي أفلتت يدي من أول تعثر قد حل بي، لكنني لا أعاتبها أو أحاسبها. يكفيني بأن أعيدها غريبة وكأنها ما مست يدي أبدا. أشياء عديدة لا يستطيع جبر كسرها التبرير، ولا يمكن إعادة بناءها مجددا أي شيء. هناك أشياء تنطفئ كالموت، ولا مجال أو فرصة لإعادتها مهما حصل. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.